مع عبد الباقي الجرون شيف. يوم بعد تاني كان فدائيين، كانوا عندي واحد 13 فدائي اللي انا لازم ندربهم. ما كانش كي يقول لك يموت يموت، وانا توجور نقول لك زوج ولا ثلاثة قبل كان عندي مركز في مدينة جديدة عند هذا اسماعيل. هذا اسماعيل سان كابيل تاني، السلاح مخبي عنده، كل شيء عنده. ايوا وديفوا نقول لهم ندير لهم رينيو هكذا، نقعد نهضروا نقول لهم شوفوا لا با. إيه ما تخافوش كي تكون اتونتا باسكو على بالك باش تقتله السيدي يولي وكاين نساء كانت معايا دينا بها تدي لهم السلاح، هي تديله تعطيه باش يضرب ويعاود يردوه لها تولي. انا كنت نقول لهم اودي شوفوا انا غادي ندير اتونتا اختكم تشوفوا باش بلي تجي سهله. هاو الشيف زمك بصح نوري لهم. خاض المجاهد شابني معترك استقلال الجزائر عن فرنسا وأن يكون واحداً من المكلفين بتصفية المعادين للثورة التحريرية. هذه هي هذا الأول جاني عبد الواحد مع عبد الباقي الجرون شيف، جاو مع عبد الباقي الجرون شيف، جاوني في الليل على 8 قالوا لي سي نور الدين هذاك السيد اللي قلنا لك عليه راك ما درتو له والو، عطيناه لك هذه الزمان قلنا لك قتلوه. قال لي بون اليوم راه غادي يركب في الطيارة اليوم في العشية، قال لي خصك اليوم يموت هذا. أي أنا ديت معايا هذا حماني بوستا وانا ومشينا له. عيت نصبر بسيف نعطيه كي يجي عند الشجره في كميل تراك كملنا معاه سنبيع باسكو عطانا اورد عليه باللي يخدم مع كولونيل بيتي. هذا داك كولونيل بيتي كان كرون شيف كولونيل تاع دوزيام بيرو هنا في وهران.